مساكم بالخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة ويعتمد خطة لحفظ الأمن في شهر رمضان. السلطة المحلية بحضرموت تعقد مؤتمرا لإعلان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمحافظة. تخرج الدفعة السابعة استجدام المركز الجوي التدريبي بالمنطقة العسكرية الثانية. أهلا بكم. رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم اجتماعا باللجنة الأمنية بالمحافظة. وفي الاجتماع أكد المحافظ أن المهام الأمنية والعسكرية ينبغي أن تتضاعف خلال شهر رمضان الفضيل لضمان الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين وقيامهم بفريضتهم وعباداتهم في أجواء هادئة ومستقرة، وأكد تسهيل تنقلاتهم والتخفيف من الازدحام في المدن الرئيسية. وجرى في الاجتماع إعداد خطة أمنية تضمن حفظ الأمن في شهر رمضان المبارك، ووجه المحافظ القيادات الأمنية والعسكرية بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية ومتابعة التنفيذ ورفع درجة اليقظة في جميع النقاط والمواقع ومداخل المدن، ونشر رجال المرور والشرطة لتنظيم حركة السير وتأمين انسيابية حركة المركبات والتخفيف من الازدحام خلال أيام شهر رمضان. نظمت السلطة المحلية بحضرموت اليوم بمدينة المكلا مؤتمرا لإعلان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمحافظة للعام الجاري. وأكد محافظ حضرموت في افتتاح المؤتمر على أهمية إعداد مصفوفة متكاملة للاحتياجات العاجلة وإنجاز قاعدة بيانات عامة لتسهيل التدخلات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمنظمات الدولية والمحلية والجهات الحكومية، داعيا للمنظمات الدولية إلى التعجيل في افتتاح مكاتب لها بحضرموت لتلامس عن كثب احتياجات المواطنين، كما دعاهم إلى تقديم المساعدات للنازحين والعائدين من المهجر والذين استقبلتهم حضرموت بأعداد هائلة. في دوره أشاد مستشار وزير الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه باهتمام السلطة المحلية في حضرموت بهذا الملف الذي يلامس المواطنين. شهدت المنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم تخريج الدفعة السابعة استجدام المركز الجوي التدريبي دفعة شهداء حضرموت الذي تشرف عليه شعبة التدريب بالمنطقة الثانية. وفي الحفل أشاد أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد عويضان سالم بمواقف الدفعة المشرفة من خلال مشاركتهم الفاعلة في الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت، معربا عن شكره لدول التحالف العربي لما قدموه ويقدموه من دعم سخي صادق أسهم في تحقيق أهداف المنطقة العسكرية الثانية. وتخللت فقرات الحفل عرض عسكري لخريجي دفعة شهداء حضرموت على نغم وإيقاع الفرقة النحاسية بالمنطقة العسكرية الثانية، بالإضافة إلى كلمة للخريجين وقصيدة شعرية حماسية نالت استحسان الحاضرين. وجرى في ختام الحفل تكريم للممرزين. أشاد وكيل الوزارة مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بمستوى النجاحات التي تحققت من قبل قيادة وكوابر ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي للعملية الاختبارية لإنهاء المرحلة الأساسية لهذا العام. وأشار الوكيل عبدون لدى ترأسه اجتماعا للجنة الإشرافية العامة للاختبارات إلى أن تربية ساحل حضرموت تميزت باستقرار سير العملية التربوية والتعليمية وإنجازها للتكليفات الوزارية المتعلقة بوضع الأسئلة وإصدار الشهادات داخل مركز كنترول حضرموت والمحافظات الشرقية. وشدد الوكيل عبدون على ضرورة تكاتف الجهود في التهيئة والإعداد الجيد لاختبارات الشهادة الثانوية للمراكز الامتحانية وسرعة الرفع بكافة البيانات الخاصة بالمتقدمين لهذه الاختبارات، كما قدمت في الاجتماع عدد من المقترحات والملاحظات من قبل مديري الإدارات التربوية والتعليمية على مستوى المديريات. أكد مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي على إبرام اتفاقية لوضع آلية لتحصيل واستمرارية إيرادات السلطة المحلية لمركبات نقل البضائع بعد توقفها لثلاث سنوات. وأضاف القرزي أن استعادة وتفعيل تحصيل الإيرادات من مركبات نقل البضائع من ميناء المكلا ومنشآت النفط ستبدأ من شهر مايو الجاري
بعد توقف بسبب الأوضاع التي مرت بها المحافظة، مشيرا إلى أن آلية تسيير العمل تأتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالمحافظة والسلطة المحلية بمدينة المكلا، ويأتي الاتفاق على تحصيل الإيرادات عقب اجتماع عقد صباح اليوم بالمكلا بمكتب وزارة المالية، والذي يأتي تتويجا لعدد من اللقاءات والمتابعات مع عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة. أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمدينة المكلا تعميما لأئمة مؤذنو جوامع مدينة المكلا ورؤساء اللجان والأحياء المجتمعية بالمدينة بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التهجد. وجاء في التعميم الذي حصلت قناة المكلا على نسخة منه بأنه حفاظا وتمسكا بقيم الإسلام الداعية لنبذ الخلاف ورفع الضرر، موجها بضرورة الالتزام بقرار المكتب التنفيذي بالمحافظة رقم 88 لعام 2018 القاضية بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الدروس والمحاضرات إلا من استثنى حسب التعميم. وكما منع التعميم مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التهجد خلال شهر رمضان المبارك والالتزام بمواعيد الآذان حسب التقويم المعتمد من قبل مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت ولا سيما المغرب والفجر. التقى المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي بمكتبه برئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم الشيخ علي سالم بحمادي لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. واستعرض رئيس جمعية التكريم الأنشطة والمسابقات الرمضانية التي ستقيمها الجمعية برعاية كريمة من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد، وكذلك بعض المشاريع الخيرية التي تشرف عليها الجمعية مثل مسجد بر الوالدين، مشير إلى أن الجمعية تعمل حاليا على بناء مشروع مسجد بر الوالدين الثالث بمنطقة جول مسحة. بدوره أبدأ المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد استعداده للتعاون مع جمعية التكريم لتعليم القرآن في تسهيل كافة الإجراءات ورعاية الأنشطة في إطار الشراكة التكاملية بين المكتب ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت. اختتم نادي الريدة الرياضي فعاليات دورة حكام كرة القدم للمستجدين بمديرية الريدة وقصيعر تزامنا مع اختتام مباريات بطولة الوفاة للفقيد السقطري وبرعاية مكتب وزارة الشباب والرياضة وإشراف اتحاد كرة القدم بحضرموت الساحل. وشارك في الدورة التي حضر فيها المحاضر الدولي حسين عمر شقران 21 حكما مستجدا، وتلقى المشاركون خلال الدورة مواد قانون لعبة كرة القدم ومستجداته وتعريفا بالقانون الدولي والجانب التحكيمي للعبة ومعدات اللاعبين والحكم ومدة المباراة وغيرها. كما شملت الدورة على اختبارات اللياقة البدنية واختبارات تحريرية إلى جانب التطبيقات العملية لتلك المحاضرات على أرضية ملعب النادي. وتهدف الدورة إلى إنشاء قاعدة تحكيمية واتساع رقعة المشاركة إلى جانب تأهيل الحكام واعتمادهم رسميا. واختتمت الدورة بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين. قدم المركز الأوروبي للعلاج الطبيعي والتأهيل المكلا طاقم رياضي للتدريبات مع عدد من الكرات الحديثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن الرياضية، وذلك تحضيرا لمشاركته القادمة في بطولة المريسي الرمضانية في نسختها 25. وتسلم أمين عام النادي والمشرف الرياضي هدية المركز من قبل وكيل المركز عبد المحسن ناصر الكلدي في تدريب أقيم بملعب الفقيد برادم بالمكلا. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة ويعتمد خطة لحفظ الأمن في شهر رمضان. السلطة المحلية بحضرموت تعقد مؤتمرا لإعلان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمحافظة. تخرج الدفعة السابعة استجدام المركز الجوي التدريبي بالمنطقة العسكرية الثانية. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.